بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان الادومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته من الانصار والمهاجرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد مشاهدينا الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنه. وقفنا في لقائنا السابق عند قول المسيح عليه السلام ايتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وعلمنا أن المسيح عليه السلام ما أراد هذا المعنى الظاهر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذنب وغفر له أو قد غفر له. إنما أراد ما تقتضيه المناسبة بين شفاعته في الآخرة وقبول استغفاره لمن أذنبوا في حقه في الدنيا، دي المناسبة المناسبة هنا أن ربنا قبل استغفاره لهؤلاء الذين اجرموا في حقه في الدنيا يبقى المناسبه هنا ان ان هذا القبول او قبول الله استغفار النبي لهؤلاء موذن بقبول شفاعته في الاخره دي المناسبه حقيقه لكن تقول لي آه ان السبب في ان النبي يشفع او يشفع السبب ان هو ربنا غفر له ربنا غفر له طب لو قلنا ان السبب هو ان ربنا غفر له طب ما هو ايضا لو اعتبرنا ادم اكل او اخطا ما هو ربنا غفر له ونوح ربنا غفر له وابراهيم ربنا غفر له يبقى لا وجه للتخصيص ما فيش وجه للتخصيص يبقى المناسبه ايه؟ المناسبه ان ربنا قبل او قبل استغفار النبي لهؤلاء كما جاء في صحيح مسلم ايضا خلي بالكم في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل وفاتك يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي والسيدة عائشة قالت له يا رسول الله يعني ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها إيه الكلمات التي تصفر ليه قال لها يا عائشة إن الله قد جعل لي آية آية يعني علامة في قومي أو في أمتي فإذا رأيتها قلتها ايه العلامه قال في علامه ربنا جعلها لي في امتي اما شوفها اما اشوفها اقوم استغفر طب ايه العلامه ثم قرا اذا جاء نصر الله والفتح تكلم عن فتحة ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر يبقى يعني عشان كده كان بيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك واتوب مثلا فاذا الاستغفار هو نتيجه لقوله فسبح بحمد ربك واستغفر نتيجة إيه للعلامة اللي بيشوفها في أمته اللي هو إيه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا من خلال الفتح يبقى في فتح مكة كانوا يدخلون في دين الله أفواجا فعلى أثر هذه العلامة كان بيستغفر لهم بيستغفر لهم أي واستغفر لذنبك أي لذنبك قبلهم استغفر لذنبك قبلهم أي استغفر لهم فيما يتعلق بحقك خاصة لا فيما يتعلق بحق الله عشان كده ما قال فاعلم انه لا اله الا الله، ما قالش فاعلم ان لا اله الا الله لان مش المقصود علم لا اله الا الله او معرفه معنى لا اله الا الله، انما اتى بضمير الشأن ليه؟ فاعلم انه ضمير الشأن بيقول كانه بيقول له اعلم ان الشأن فيما تحمله هذه الكلمه المشرفه من تفرده سبحانه وتعالى بالالوهيه وهذا المعنى له التفات الى انه سبحانه لا يسال عما يفعل وانه فعال لما يريد فمن هذا المنطلق يامرك بان تستغفر لذنبك قبل القوم باعتبار ضمير الشان هنا باعتبار ضمير الايه باعتبار ضمير الشان بعد الفاصل سنواصل أيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ذنب ما جاء في صحيح البخاري السيدة عائشة تحت ما ترجم له الإمام البخاري بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ثم قال البخاري وأن المعرفة فعل القلب أي كسب القلب لقوله تعالى ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم وبعدين السيدة عائشة أو أورد البخاري تحت هذه الترجمة حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أي أمر أصحابه أمرهم بما يطيقون قالوا يا رسول الله إن لسنا كهيئتك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إذا الصحابة نفسهم كانوا معتقدين إن في ذنب وربنا غفره كانوا معتقدين كده يقول إحنا ما إحنا زيك ربنا غفر لك ربنا غفر لك فتقول السيدة عائشة مما يدل بقى على إن مش ده المعنى تقول فيغضب مين اللي بيغضب؟ رسول الله يغضب لي لانهم اعتقدوا او تصوروا أنه هو له ذنوب قالت فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. الحديث في البخاري في الصحيح تقول يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان ان اعلمكم او ان اتقاكم واعلمكم بالله أنا يعني كيف تظنون الذنب بمن هو أتقاكم وأعلمكم بالله غير متصور إن أتقاكم وأعلمكم بالله كل ذنوب هذا هو المعنى الذي ألهمني الله به وفتح علي به في كتاب رد المتشابهات إلى المحكمات في جانب خاتم النبوات صلى الله عليه وسلم هنا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي قد غفر من أجله لقومه ما ارتكبوه في حقه ما تقدم أي قبل الفتح أو قبل صلح الحديبية وما تأخر أي بعد صلح بعد صلح الحديبية من خلال فتح مكة طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوني الدرج على مين بقى جعل رسول الله يعني بعد ما راحوا أهل الموقف بعد ما يروحوا لسيدنا آدم وبعد سيدنا نوح وبعد سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى والكل يقول لست هناكم وبعدين الدور يجي على مين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأتوني يقولي فيأتوني فأستأذن على ربي جاء في بعض الروايات لما قالوا إيش فعلنا قال لهم أنا لها وأنا بتقديم الضمير ليفيد الاختصاص وأيضا في معناه الحصر يعني أنا وليس غيري يعني ما حد ثاني غيري انا المعدل هذا انا المعدل هذا وصدق لله در من قال تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعه من سواك اغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم ابدا لواك واسرع في اغاثتنا فانا نرى المولى يسارع في رضاك فياتوني فاستاذن على ربي فيؤذن لي شوف مع إن جاي في بعض الروايات بعض الروايات كل واحد من هؤلاء الرسل يقول ايه لست هناك فإن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى غيري كل رسول من دول يقول كده إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري وبعدين لما يقول النبي وكل رسول بيقول ان ربي قد غضب النبي ما قالش الكلام ده يقول لهم انا لها يعني سبحان الله وكانه لا احد يقدر على اطفاء غضب الله في ذلك اليوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه ولانه هيروح يسجد تحت العرش والعرش مكتوب عليه ايه لا اله الا الله محمد رسول الله ومما كتبه الله على العرش ان رحمتي سبقت غضبي فالمناسبة هنا إن النبي يسجد تحت العرش والعرش مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله رحمتي سبقت غضبي رحمتي سبقت غضبي فالكلمة المشرفة لا إله إلا الله تحمل معنى الجلال ومحمد رسول الله يحمل معنى الجمال وهذا المعنى هو قوله رحمتي سبقت غضبي فلذلك عندما يسجد تأتي البشارة بقبول شفاعته عليه الصلاة والسلام آه بعد الفاصل نواصل قوله صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته إذا أنا رأيته هذه الجزئية تثبت رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه في هذا الموقف العظيم فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله يسبني ما شاء الله يسيبه يتركه ليثني على ربه بمحامد يلهمه إياها يوم القيامة فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع شوف البشائر شوف البشارات ورا بعض كده ولماذا ابتدأ الحق بقول ارفع رأسك يعني وإن كان السجود محل القرب لكن أنا أريدك أو أبشرك من مقام العزة بأن تكون مرفوع الرأس بما أوليتك وبما منحتك من هذه الشفاعة العظمى ارفع رأسك قل تسمع قل تسمع يعني اللي هتقوله تسمع يعني ايه؟ أولا السمع بمعنى الاستجابة ربنا بيقول انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيب الذين يسمعون حتى انت تقول ايه الولد ده ما بيسمعش الكلام يعني مش بمعنى انه اطرش ولا اصم لا ما بيسمعش يعني ما بيطيعش لا يطيع يبقى فالاجابه السمع بمعنى الاجابه حتى احنا في الصلاه بنقول سمع الله لمن حمده ما بنقولش استمع سمع يعني استجاب الله لمن حمده باعتبار ايه؟ ما جاء في صحيح مسلم من قوله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مسائل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حميدا يا عبد إذا العبد بيثني على الله بقوله الحمد لله لما يجي بقى يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده من خلال قوله الحمد لله رب العالمين ده المعنى لما تحمد ربنا في الفاتحه وتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربنا وعدك بالاجابه قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ايه؟ ما سأل ما دام قال ولعبدي ما سأل يبقى قولوا سمع الله لمن حمده اي استجاب الله لمن حمده بقبول دعائه في قوله اهدنا الصراط المستقيم قلت تسمع سل تعطى اشفع تشفع يا سلام فأرفع رأسي من المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي أي في الآخرة في هذا الموقف ثم أشفع أشفع فيحد لي حدا يعني يحدد لي عدد من القصاء أو عدد من اللي هشفع فيهم عدد من الايه هشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار شو بيقول فأخرجهم من الايه ايه الكرامة العظيمة دي ايه الكرامه العظيمه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في اللي دخلوا النار كمان اللي دخلوا النار يطلعهم من النار يشفع فيهم ويطلعهم من النار فيحد لي حدا فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه يا سلام يطلعهم من النار ويدخلهم كمان الجنه ثم اعود فاقع ساجدا ثم اعود فاقع ايه ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني يسيبني ساجد وبعدين ثم يقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا دي المرة الثانية فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة يعني سجد كم مرة هو أربع مرات بيقول لا أدري في الثالثة أو الرابعة قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي مين اللي حبس القرآن أي من قضى القرآن بخلوده في النار لكفره أو شركه اللي حبسوا القرآن يعني يعني اللي حبس الحكم في القرآن منصوص في القرآن بأن الله لا يغفر أن يشرك به مثلا او لا يغفر للكافرين الا من حبسه القران اي وجب عليه الخلود قال ابن عبيد في روايته قال قتاده اي وجب عليه الخلود هذا والله اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته